عمل إرهابي لم يستهدف طائفة دون أخرى بل استهدف الكويت. هكذا كان وقع التفجير الإرهابي في مسجد صادق اليوم في نفوس الكويتيين، كلمات رثاء ودعوات بأن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. اللي صار اليوم ما كان مستهدف الشيعة أساسا، ولا كان مستهدف، اللي كان مستهدف اليوم أساسا الكويت. يوم يمعة، يوم كريم، ما نقول حسبي الله ونعم الوكيل، والله يحفظ الديرة من كل خير. نعم، الكويتيون قلب واحد وجسد واحد، وللضرب بيد من حديد لكل من يريد أن يمزق الوحدة الوطنية، ورفض واستنكار للعمل الإرهابي الدنيء. تلاحم الكويتيين أن الحين بنك الدم قاعد يتبرعون، سنة، شيعة، كويتيين، غير كويتيين، كل شيء، كل مواطن، كل واحد مقيم على أرض هذه البلد قاعد يتبرع. ماكو فرق بين سني وشيعي، الحين كل موجودين الحين سنه شيعه كويتيين غير كويتيين قاعد يتبرعون ويساعدون بالتنظيم مع بنك الدم. يا شعب الكويت يفهم هالقصه هذه ويستوعب ان احنا يبقى ايد واحده، وكما حصل بايام الغزو ان شاء الله بنشوف انت واحد احنا كتله واحده. الكويتيون تدافعوا اليوم بكافة طوائفهم إلى بنك الدم للتبرع بإخوانهم المصابين والجرحى، متمتمين بكلمات حفظ الله الكويت من كل مكروه. إحنا الكويت وحدة، إحنا كلنا نعيش على هذه الأرض الطيبة تحت قيادة وحدة بغض النظر في شنو فئاتنا وشنو طوائفنا وشنو ديننا. مقيمين ومواطنين كلهم هبوا لنداء دولة الكويت بدون ما نناديهم، حتى قبل أن ننزل أي نداء الناس موجودة. والله يحفظ الكويت وحسبي الله على من كان سبب بهذا الشيء. الكويت هي الباقية، وسيظل شعبها متماسكا رافضا ذلك العمل الإرهابي. رحم الله شهداء الكويت وحفظها وأهلها من كل مكروه. أحمد المسعودي لقناة المجلس.